حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم في قناة وصفات أمل العبدية. إيوا اليوم إن شاء الله غندير لكم مع الكاوكاو كاو. غادي نحتاجو في المقادير، بسم الله، نص كيلو ديال الكاوكاو مطحون مع 200 غرام ديال السكر سنيدة، ولا السكر كلاصي اللي موجود في الدار، ماشي مشكل. المهم كتاخدو كاوكاو كاو كطحنوه مع السكر كلاصي ولا السكر سنيدة 200 غرام، حتى كيولي بحال هكا. كنحتاجو سكر كلاصي باش نفندو، كنحتاجو 3 معالق ديال ما زهر، غادي نحتاجو ان شاء الله 3 البيضات، غنحتاجو معلقه ديال المربى ديال المشمش، وغنحتاجو خماره وحده. هادو هما المقادير، غنبداو ان شاء الله الطريقه بسم الله. الا غنبدا غنديرو خميره ديالنا ساشي باكيت سيغار، غادي نحتاجو معلقه ديال الكونفيتير، غادي نحتاجو 3 معالق ديال ما زهر، ما تنساوش قبيصة الملحة ضروري في الحلويات. غادي نحتاج، نسيت ما قلتش لكم في مقادير، معلقة ديال الكاكاو، وغادي نبدا نخلط هاد المقادير عندي بسم الله. نعاود معاكم المقادير، درنا 500 غرام ديال الكاوكاو، طحنتو مع 200 غرام ديال السكر كلاصي ولا السنيدة، مهم اللي عندكم. درت معلقة ديال المربى ديال الكونفيتير، درت 3 معلقات ديال الما زهر، قبيصة الملحة، درت معلقة ديال الكاكاو. غادي نبدا، هما عندي هنا 3 البيضات، غادي نبداو نشوف اللي غيقدني. غادي نبداو باذن الله، بسم الله، نبدا بجوج وانا غادا. غادي نزيد هاد الثالثه لانه مازال غيتخصني. غادي نجمع الخليط ديالي، تقدروا دوك معلقة الكاكاو تستغنوا عنها، ماشي ضرورة. خصكم تعركوها شوية، المعلقة ما فيها لا زيت لا زبدة. كنحتاجو غير السكر كلاص باش نفندو. انا غادي نبدا ان شاء الله نوجد لاطات ديالي ونتلاقاو باذن الله. انتما البنات، انا هنا عندي السكر كلاصي، غادي ندير بسم الله، نحاول ندير كويرات. القياس اللي بغيت انا غندير غير هذا القياس هكا، غادي نديرها في السكر كلاصي، وغادي نكمل بهذه الطريقه. ندير واحده اخرى، ندير كميه نحطهم في سكر كلاصي. انا غادي نكمل ان شاء الله بهذه الطريقه، ومن بعد غادي ندير لهم نوريكم الطريقه باش غادي نفندوها في السكر كلاصي ونحطها في اللاطه اللي يكون ضروري فيها بابي سيلفريزي، لانه كيكون فيها السكر في وجهها وفي ظهرها، فلا
ضروري ما نديرو فيها باربيكيو الفريزي، وندخلوها ان شاء الله تطيب في الفران من التحت ومن الفوق، ونطيبوها طياب البهله من الفوق ومن التحت، ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوها في طبق التقديم. ها انتم البنات، ها هي من بعد ما خرجتها من الفران، انا ما صبرتش فاكليت وحده، ما صبرتش عليها صراحه. هذه الكميه اللي خرجت ليا، خرجت لي بحيده صغيره. المهم ها هي كيفاش كتجي. كنتمنى ان شاء الله البنات اللي اول مره يدخل القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا فيها وتابوناو باش دائما يوصلكم ان شاء الله الجديد. ومع تحيات امل العبديه، والى فيديو اخر ان شاء الله.